كريم هروح لك لنقطة مهمة جدا. مين البطل الملهم في حياتك؟ البطل الملهم ده ممكن يبقى والدك، والدتك، صديق، حد شفته في اللعبة كنت عايز يبقى مثل أعلى بالنسبة لك، بس فكرة إن كل شخص فينا بيحط بطل ملهم قدامه ويقول أنا هوصل زي البطل دوت وليه لا أعديه كمان. وأنا صغير يعني وأنا أول ما بدأت اللعبة خالص كنت طفل. فكان اللي انا كنت بشوفه يعني ملهم ليا فعلا وكنت ببقى نفسي اكون زيه كان لاعب كده يوناني كان اسمه ديموس. ده كنت انا بحبه قوي وانا صغير، لكن لما كبرت يعني وشفته قدامي كان مثال، وكنت يعني بحاول ان انا اجتهد واكون زيه في الرياضه، كان طبعا محمد ايهاب، لان هو يعني بطل كبير واحنا طبعًا. كلنا يعني بنفتخر بيه، وهو يعني انا علشان انا مشيت في نفس طريقه فانا عارف ان هو الطريق صعب جدا، وهو اللي قدر يحققه على مدار سنين يعني في بطولات العالم وفي الدورة الأولمبية، ده كان حاجة كبيرة جدا، وعلشان كده يعني كلنا كنا بناخده قدوة لينا وكلنا بنحاول ان احنا نحقق انجازات زي اللي هو حققها يعني. طبعا.